احنا دائما كما تعرفوا في فلسفه كوندور نقولوا ستارت لوكال جو جلوبال، نبداو محليا ونخرجوا خارجه ونخرجوا للعالم. هذه تجربه جديده بالنسبه لنا كشركه، بالنسبه لشركه كوندور تجربه جديده بالنسبه للاطارات التوعنا. اذا كان قدرنا نحقوا ننجحوا في هذا المشروع ولما لا نخرجوا مع شركة هونداي اللي هي شركة عالمية محترمة إلى الخارج. هذا ما ننفيهوش، وهذا الشيء اللي رانا نعملوا عليه.